نروح بقى لاخبارنا. نبدا طبعا باخبار الاهلي زي ما عودنا حضراتكم، ونطمن حضراتكم ان الاهلي خاض تدريباته صباح اليوم النهارده من غير اي راحه استعدادا لمواجهه حرس الحدود المقرر اقامتها مساء يوم الاثنين اللي جاي ضمن منافسات بطوله الدوري الممتاز، طبعا بعد الفوز امبارح على وادي دجله بهدفين اضاف بيهم طبعا ثلاث نقط جديده عشان يبقى الرصيد خلاص 65 نقطه في صداره الدوري ويواصل تربعه على قمه الدوري. والحقيقه ان الفريق النهارده برضو اجرى اختبار رابيد تيست تحليل الدم الخاص بالكشف عن كورونا قبل انطلاق التمرين وفقا للبروتوكول اللي حضراتكم عارفينه، البروتوكول الطبي اللي بيتم تعديله مؤخرا قبل المباريات الرسميه. يمكن خلاص مباراه حرس الحدود يوم الاثنين طبعا يعني ما فيش فتره راحه كبيره، بس خلاص يعني احنا بنحاول نخلص الدوري على طول، واحنا على ثقه في اللعيبه وفي الجهاز الفني انه احنا قادرين باذن الله نستحمل الضغط ده ونكسب اكيد المباريات اللي جايه. كمان لاعبو الفريق اللي شاركوا في مباراه دجله خاضوا تدريبات استشفائيه علشان طبعا يتخلصوا من الاجهاد العضلي. خليني كمان اقول لحضراتكم ان ريني فايلر المدير الفني للفريق الاول طبعا لكره القدم بالاهلي وسيد عبد الحفيظ مدير الكره عقدوا جلسه تنسيقيه اليوم على هامش تمرين الفريق اللي اقيم صباح اليوم السبت على ملعب التتش. فايلر وعبد الحفيظ ناقشوا الترتيبات الاداريه والتنظيميه الخاصه بالمرحله اللي جايه بدايه من مواجهه حرس الحدود المقرر ليها زي ما قلنا لحضراتكم يوم الاثنين اللي جاي ضمن منافسات الجوله ال 25. الفريق الاول الحقيقه لكره القدم بالنادي الاهلي ادى التمرين صباح اليوم على ملعب التتش عادي جدا استعدادا ان هو يواجه حرس الحدود المقرر ليها طبعا يوم الاثنين زي ما قلنا ضمن منافسات الجوله ال 25 في بطوله الدوري الممتاز. تمرين الفريق كان عباره عن ايه؟ جانب بدني طبعا، الجهاز الفني عمل تقسيمه قويه بمشاركه حارسين للمرمى وخاضت تمام كمان المجموعه اللي شاركت في مباراه وادي دجله امبارح تدريبات استشفائيه. محمد الشناوي وعلي لطفي مصطفى شوبير ادوا تدريبات منفرده تحت اشراف طبعا يانكو ميشال مدرب الحراس قبل المشاركه في تقسيمه الكره. يمكن يكون فعلا زي ما قلنا يوم الاثنين ده قريب جدا، احنا كان ماتش امبارح وخلاص يوم الاثنين وحرس الحدود، وحرس الحدود فرقه كويسه لازم نديها حقها، ولكن احنا زي ما قلنا على كامل الثقه في الجهاز الفني وفي اللعيبه ان هم قادرين باذن الله. خلاص احنا نعتبر حسمنا الدوري، يعني هم 11 نقطه الفرق، باذن الله نكون بنحتفل قريب بحسم الدوري، باذن الله بعدها نكون بنحتفل بافريقيا.